دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز الأهم الأنباء، موجز التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة مع لمياء حمدين، نروح لها مرة تانية ونصبح عليك وتفضلي لمياء. شكرا لك محمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتهنئة بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول سبل تعزيز أطر التعاون المشترك على شتى الأصعدة، فضلا عن الأوضاع الدولية والإقليمية وخاصة الوضع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي استعرض جهود مصر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وثمن أيضا الموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية. من جانبه حرص الرئيس بوتين على الإشادة بالجهود المصرية المتواصلة على المسارين السياسي والإنساني، مؤكدا توافق الرؤى بين البلدين بشأن أهمية وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية وأولوية حل الدولتين لإعادة واستعادة السلم والأمن بالمنطقة. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، محذرا من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له. وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث تم استعراض آخر مستجدات الجهود المشتركة للوساطة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين. وقد شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة. أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن تلقيه بارتياح القرار القضائي الصادر في القضية رقم 173 لسنة 2011 بأن لا وجه لإقامة الدعوة الجنائية ضد آخر 5 منظمات كانت متبقية فيها. وأكد مجلس الأمناء في بيان أن دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني يلعب دورا محوريا وإيجابيا في تقديم المقترحات البناءة من أجل بناء الجمهورية الجديدة على أسس من احترام الدستور والقانون والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وشدد مجلس الأمناء على أن إسدال الستار على هذه القضية لم ولن يكون هو الخطوة الإيجابية الوحيدة ولا الأخيرة، ولكنه سيكون دافعا إضافيا للعمل بالتعاون الوثيق مع الحكومة وبدعم مقدر وقوي من الرئيس السيسي من أجل استمرار الخطوات الإيجابية وتسارعها في الفترة القادمة. استشهد وأصيب 8 فلسطينيون في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي شمال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا على رؤوس ساكنيه في بلدة النصر شمال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأضافت أن من بين الشهداء 3 أطفال و3 نساء، لافتة إلى أن أحد المصابين في حالة حرجة. شدد وزير الخارجية الفرنسية ستيفان ستيجوريني على أنه يتوجب على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته وتبني قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأضاف أيضا أن بلاده ستقدم مقترحات بخصوص القرار الذي سوف يصب في مصلحة الجميع. دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي 27 المجتمعون في قمة في بروكسل إلى هدنة إنسانية فورية في غزة. وحض القادة في بيان مشترك إسرائيل على عدم إطلاق عملية برية في رفح بأقصى جنوب القطاع المدمر. وأشار القادة الأوروبيون إلى أن أكثر من 1 مليون فلسطيني يبحثون حاليا عن الأمان والحصول على مساعدات إنسانية هناك، مشددين على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى غزة. أعلن الجيش الأمريكي تدمير صاروخين باليستيين مضادين للسفن وزوركا مسيرا أطلقتهما قوات الحوثي من اليمن. وكتبت القيادة المركزية الأمريكية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنه تأكد إليها أن هذه الأسلحة تمثل تهديدا وشيكا لسفن التحالف والسفن التجارية في المنطقة.
ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية عقدت اجتماعا جديدا. وأوضحت الوزارة أنه في ضوء النتائج الإيجابية لإجراء الإصلاح الاقتصادي والتي تمت مؤخرا، ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف والذي كان له تأثير مباشر في زيادة تكلفة المنتجات البترولية، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية المستوردة نتيجة أحداث البحر الأحمر، مما كان له الأثر في اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة. وعليه تم اتخاذ عدة إجراءات لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا من اليوم الجمعة. وبذلك تصبح الأسعار الجديدة 11 جنيها للتر البنزين 80 و 12.50 جنيها للتر البنزين 92 و 13.50 جنيها للتر البنزين 95، وسعر السولار عند 10 جنيهات للتر، وأنبوبة غاز البوتاجاز إلى 100 جنيها، وغاز تموين السيارات 6.50 جنيه للمتر المكعب.